الرئيس محمد مرسي يلتقي ممثلي المنظمات الإسلامية والمسيحية واليهودية في نيويورك. جلسة عامة لتأسيسية الدستور اليوم لبحث مصير مجلس الشورى واتجاه للإبقاء عليها. بعد لقائه ممثل الكنائس، الطيب يلتقي اليوم وفدين من الليبراليين والإسلاميين للتشاور حول الدستور. الحكم بإعدام 14 جهاديا في الإسماعيلية في قضيتي اقتحام بنك الإسكندرية وقسم ثاني العريش. تغريم الإخوان 288 ألف جنيه بعد رفض طلبهم رد المحكمة التي تنظر قضية بطلان الجمعية التأسيسية. تصاعد أزمة حزب النور وأعضاء بأمانة القاهرة يقاضون رئيسه عماد عبد الغفور. وزير القوى العاملة يعرض مشروع قانون الحريات النقابية الجديد على مجلس الوزراء خلال يومين. اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب هندسة السويس. الفيفا تصدر اليوم قرارها بشأن عودة هاني أبو ريدة لانتخابات اتحاد الكرة. صباح الفل، بنصبح عليكم من جديد مشاهدينا. دي كانت اهم الاخبار، اما اهم العناوين الموجوده في الصحف الصادره صباح اليوم فنتعرف عليها مع الكاتب الصحفي الاستاذ احمد الصاوي مدير تحرير جريده الشروق. صباح الفل يا استاذ احمد. ايه الاخبار؟ الحمد لله، مبروك البرنامج. الله يبارك فيك. مبروك طلتك الجديده. شكرا جزيلا. اهم ما لفت نظر حضرتك النهارده في الاخبار؟ يعني هو طبعا احنا عندنا يعني جدل كبير جدا، خصوصا ان الدستور على وشك في مراحله النهائيه ووسط مخاوف كتير ومجهود كبير بيبذل في هذه الفترة ومحاولات احتواء مشاكل كتير، أخيرها استقالة منال الطيبي امبارح، وفي ناس بتجهز لوقفات وتفاعلات في الشارع لرفض عدد كبير من المواد اللي بيتم النقاش حواليها. طبعا يعني ليست مواد نهائية ولم تطرح بشكل نهائي، لكن اللي بيخرج من الجمعية التأسيسية بيثير في بعض المواد اللي بتناقش كثير من المخاوف، يمكن طرحتها منال الطيبي في البيان اللي قالته بخصوص استقالتها. في ما زال في مشكله، يعني حتى احنا رغم كل الشهور اللي فاتت ما زال في مشكله لم نتجاوز بعد مشكله الماده الثانيه، تفضل زي ما هي ولا نضيف عليها حاجات. الازهر متمسك بها زي ما هي دون تعديل، لكن هناك ضغوط من السلفيين وبعض أعضاء الجمعية لتعديلها أو لإضافة أشياء حواليها. في حالة توافق حصلت من امبارح وأول امبارح، وحصلت حالة توافق بين الأزهر وبين الكنائس الأساسية على أن المادة الثانية تفضل زي ما هي. والحقيقة أنه كمان يعني هذا الاتجاه دعمه أيضا سيادة المستشار محمد فؤاد جدالة المستشار القانوني لسيد الرئيس، أنه الأفضل هو الإبقاء على المادة الثانية كما هي. ولدينا بالفعل أخبار النهاردة ربما تؤكد هذا الاتجاه بعد لقائه ممثلي الكنائس. الطيب يلتقي اليوم وفدين من الليبراليين الإسلاميين للتشاور حول الدستور واتفاق الأزهر والكنيسة على بقاء المادة الثانية دون تعديل. ده منشور في المصري اليوم الصفحة الأولى، وتفاصيل بتقول أنه هذه الرؤية للإبقاء على المادة الثانية دون تعديل في الدستور الجديد تطرق ليها دكتور الطيب شيخ الأزهر والأنبا بخوميوس قائم مقام بابا الأسكندرية، واتفقا على ضرورة بقائها كما هي دون أي تغيير لتظل مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طبعا كان في محاولة من بعض القطاعات جوه الجمعية التأسيسية لإضافة أحكام الشريعة وإضافة مرجعية تفسيرية للأزهر في مسألة رفض الأزهر الشريعة، لكن الأزهر رفض، وده موقف جيد جدا من الأزهر، وده في حالة توافق حصلته. المفروض أن النهاردة أن الشيخ الأزهر هيقعد مع بعض رموز السلفيين خصوصا الأعضاء جوه الجمعية، وربما في النهاية يوصلوا لحالة من التوافق حول هذا الموضوع. هيلتقي بعض رموز التيار السلفي وأيضا بعض رموز التيار الليبرالي منهم سيد عمرو موسى، دكتور أيمن نور، ودكتور وحيد عبد المجيد كما نشر في الصحف. النهاردة
الأستاذة منال الطيبي ستعقد مؤتمرا صحفيا الخامسة مساء للإعلان عن والإفصاح عن التفاصيل والأسباب اللي دفعتها للاستقالة من اللجنة التأسيسية. ده الموقف الثاني لمنال الطيب الحقيقه، من شهر تقريبا كانت جمدت عضويتها في لجنه الحقوق والحريات على ما اعتقد، لكن المره دي واضح ان الامور تفاعلت واضطرت للاستقاله. هي شارحه اسباب الاستقاله وشايفه ان المشروع الدستوري اللي بيتعمل ربما يعني هو مش مناسب او مش مرضي بالنسبه لها، ومش مرضي بالنسبه لعدد كبير من الناس اللي عندهم الحس الحقوقي، خصوصا فيما يخص مساله الحقوق والحريات والقضايا اللي زي اللي ليها علاقه بالمراه من ضمن الحاجات. مثلا انا شفت احد المواد اللي عليها جدل وعليها اعتراض، هي فكر حاجه ليها علاقه بان تمنح الدوله دور فيما يتعلق باشياء لها علاقه اشياء اجتماعيه واشياء ثقافيه. يعني الدوله مثلا في احد النصوص اللي على موقع الجمعيه التاسيسيه مطالبه بان تحمي الوحده الثقافيه للشعب المصري. مين اللي قال ان الشعب المصري عنده وحده ثقافيه؟ يعني احنا ده ابسط شيء، يعني احنا لو بصينا لازياء المصريين مش هنلاقي فيه وحده ثقافيه، لو بصينا للمزيكا للاغنيه اللي شفناها كلنا في رمضان عشان لازم نعيش مع بعض هنشوف ان احنا عندنا وحدة ثقافات والوان مختلفه. في مساله بسيطه جدا، ان هناك قطاع كبير في الجامعه التاسيسيه مش معترف بالتنوع ومش معترف ان احنا عايشين في مجتمع متنوع، سواء كان مجتمع يعني متنوع ثقافيا او اجتماعيا او دينيا، او يعني ما فيش اعتراف بهذا التنوع، فبالتالي هناك محاولة لفرض رؤية أحادية على المنتج النهائي من هذا الدستور. وأنا أعتقد أن ده جزء من المخاوف اللي دفعت منال الطيب للاستقالة، واللي بتخلي الدكتور وحيد عبد المجيد شخصيا بين وقت وآخر بيطلع تصريحات بتعبر عن مخاوف حقيقية عنده، وبتعبر عن إحساسه بأن هناك صدامات حقيقية يمكن أن تحدث داخل الجامعة. وإحنا معانا على التليفون دكتور وحيد عبد المجيد. صباح الخير يا دكتور. اهلا صباح الخير يا استاذ. استقالت واعلنت استقالتها بالامس الاستاذه منال الطيبي، واكثر من مره اعربت عن مخاوف كثيره ورفض لبعض ما يجري داخل التاسيسيه. هل تشجعك الاستقاله على اعلان استقالتك في الفتره القادمه، ام انك مصمم على الاستمرار للنهايه وان هناك امل؟ لا، انا لست مع الاستقالات الفرديه لانها لا تحدث اثرا، انما في اتجاه بكامله داخل الجمعيه يعني يقوم بمحاوله اخيره هذه الايام للوصول الى التوافق، استمرارا لتحمله المسؤوليه التي اثر ان يتحملها من البدايه. اذا لم يوفق هذا فهذا الاتجاه كله بكل مكوناته لن يكون قادرا على الاستمرار. ويمكن الايام الراهنه دي يعني الكام يوم دول يمكن يكونوا حاسمين، وفي اتصالات مكثفه بما في ذلك مشاورات مع الازهر. يمكن حضرتك سمعت انه في ممثلي الكنيسه في الجمعيه كانوا في لقاء مع شيخ الازهر امبارح، والنهارده في لقاءات اخرى. حضرتك ايضا ستلتقي شيخ الازهر النهارده، وايضا دكتور عمرو السيد عمرو موسى والدكتور ايمن نور والدكتور المهندس ابو العلا ماضي. سنكون في لقاء بعد قليل مع شيخ الازهر، والقوى الاسلامي السياسي ايضا ستلتقي شيخ الازهر اليوم. طب اسمح لي دكتور عبد المجيد، يعني هل الاتجاه لعقد هذه اللقاءات هو توجه نحو مزيد من التشاور، مزيد من لم الشمل للتوصل الى دستور يتوافق عليه الجميع، ام اتجاه لتكوين موقف واحد رافض لاتجاه معين داخل التاسيسيه؟ لا، هذا يتوقف على ما تسير على الامور. يعني اذا صارت الامور في اتجاه التوافق سيكون هذا هو غايه المنى. يعني امتى يتبين هذا الامر ان الامور تتجه نحو التوافق وليس نحو الغلبه؟ انا بقول لك انه احنا يعني في الكام يوم اللي احنا فيهم دول، يعني خلال هذا الاسبوع يمكن بدايه الاسبوع القادم على الاكثر سيكون الموقف واضحا في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالقضيه اللي هي انا بعتبرها العمود الاساسي الذي اذا لم يحدث توافق عليه
لا يمكن أن يقوم بناء دستوري، وهو موضوع العلاقة بين الدين والدولة والمواد المتعلقة بها. إحنا موقفنا أنه تراثنا الدستوري قائم على توافق يشمل الجميع تقريبا الآن، وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأنه ليست هناك أي ضرورة لتغيير في هذا النص أو إضافة إليه. وعلى من يرغبون في أن يغيروا أو أن يضيفوا أن يثبتوا أن هناك ضرورة أو أن هناك مصلحة لشعبنا ومصلحة لبلدنا وهناك إمكانية لتحقيق تقدم حقيقي من خلال هذا التغيير أو هذه الإضافات التي يقترحون إضافتها. طيب دكتور عبد المجيد، النهارده منشور ان في الوطن وفي اليوم السابع انه من المفترض ان يلتقي دكتور البرادعي، السيد عمرو موسى، السيد حمدين صباحي، وايضا دكتور محمد ابو الغار لاعلان رفضهم للجمعيه التاسيسيه حاليا، بالاضافه لمؤتمرات في نقابتي المحامين والصحفيين. هل لديكم اي فكره عن انه هل بالفعل هذه اللقاءات هي لاعلان الرفض وليس للبحث في امكانيه التحالف مثلا للانتخابات القادمه؟ يعني هو الموقف من الجمعيات التاسيسيه هو جزء من النظر الى المستقبل، لانه موضوع الدستور والحقيقه اهم من الانتخابات. لكن واحنا طالبين من الجميع انهم يعني يبقوا حاضرين، وانهم يقوموا بدورهم، وانهم يساندوا الموقف اللي بيدافع عن مصر بهويتها التي نعرفها وبطبيعتها التي يعرفها المصريين ويريدها المصريون، لكن بشكل اكثر نظافة واكثر تقدما. لانه احد اسباب الوضع الذي نحن فيه الان انه كان في انصراف شديد من الاطراف التي لم تشارك في الجمعيه عن موضوع الدستور والتعامل معه بلا مبالاه. الان الوضع اختلف، واعتقد ان اختلاف هذا الوضع سيؤدي الى دعم الموقف الذي يريد المحافظه على هويه مصر، ان تظل مصر دائما للمصريين لكل مواطنيها بلا تمييز وبلا تفريق. طيب دكتور عبد المجيد، اسمح لي، كان في تصريحات النهارده منشوره في الحريه والعداله صفحه 3 لدكتور عمرو دراج امين عام الجمعيه التاسيسيه، طال او وصف المطالبون باعاده تشكيل التاسيسيه بانهم بيريدوا ارباك المشهد السياسي وعرقله مصر ودستورها ومسيرتها، واشار الى اننا في حاجه ماسه الى دستور وبشكل سريع. علق على تصريحات حضرتك عن وجود مهددتين بتهددة حرية الصحافة في الدستور الجديد، وقال انه ده مجرد رأي شخصي خاص بك دكتور وحيد عبد المجيد، تعليقك يا فندم؟ لا يعني حكاية انه دستور سريع ودستور مش سريع، لا يعني هذا امر لا ينبغي ان يقال بشأن الدستور. الدستور ينبغي ان يصدر معبرا عن مختلف فئات المجتمع، او لا يصدر اصلا، أو يصدر كبرنامج لحزب أو البرنامج أو برنامج لعدد من الأحزاب. وموضوع حرية التعبير ده موضوع جوهري وجزء من التوافق الذي ينبغي أن يحدث، لأنه لا يمكن أن يحدث توافق على إصدار دستور جديد يعيدنا إلى الوراء ويعيدنا إلى ما قبل سنة 23 بعض الأحيان، وإلى ما قبل سنة 2006 عندما ألغيت عقوبة تعطيل المؤقت للصحف في أحيان أخرى، أن هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يحدث. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وحيد عبد المجيد، وتعليق حضرتك أستاذ أحمد صاوي. يعني هو في مشكلة، يعني حتى الدكتور عمرو بيتكلم على إن إحنا محتاجين دستور سريع. يعني أنا مش فاهم يعني إيه دستور سريع يعني، وهي نفس الفكرة اللي كان حتى الدكتور عمرو وأعضاء حزب الحرية والعدالة بيرفضوها لما كنا بنقول إحنا محتاجين الدستور الأول برضو. أيوة. إحنا كنا عايزينه سريع وهم ما سرعوهوش، وقعدوا فترة طويلة جدا وقالوا الانتخابات الأول، وحتى اكتشفنا إن إحنا في النهاية عملنا انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية ولسه ما عملناش الدستور، ولسه هنعمل الدستور تاني وبعدين انتخابات برلمانية تاني. فأنا مش فاهم يعني إيه دستور سريع
في هذه المرحله. قطعا احنا محتاجين الدستور، لكن محتاجين الدستور الذي يبقى، مش الدستور اللي يكون سبب لتوترات في المستقبل ويكون سبب في احتجاجات ويكون سبب في ازمات سياسيه حقيقيه هتحصل بعدين. فكره ان زي ما قلت لحضرتك ان الناس اللي في الجامعات التاسيسيه او قطاعات منهم بتتعامل مع التنوع باعتباره عار، حاجه لازم نداريها او نخبيها وما نتكلمش عليها، بيتعاملوا مع المصريين باعتبارهم شيء واحد، كتله صماء، وده خطر حقيقي. يعني ده لان في النهايه انت ما انتش شايف الناس اللي انت بتعمل عشانهم الدستور، ما انتش شايفهم، فبالتالي مش هتقدر تجلب لهم اي حقوق ولا تقدر تطالبهم باي واجبات. موضوع التأسيسية وإعداد وصياغة وكتابة دستورنا الجديد من أهم وأخطر المواضيع اللي مهم جدا أن احنا نكون منشغلين بيها ومركزين فيها وقارين تفاصيلها لأسباب كتير. احنا مش مركزين في الوضع ده، وإن كان هناك بعض المبادرات الرائعة زي مبادرة مصري اللي بتقوم بالواجب ده وبتنزل للناس وبتسمعهم وبتناقشهم وبتعرفهم وبتوعيهم وبيأكدهم لهم ان احنا مش بنروج لاي نوع من انواع الدساتير، ولكن احنا عايزينكم تفهموا وتتشاركوا. بس احنا الحقيقه مشغولين عن موضوع الدستور بما هو ملح طول الوقت، مثلا يعني الاسعار، اسعار الطماطم اللي وصلت 7 جنيه و6 جنيه مقارنتها باسعار التفاح اللي احيانا بيبقى ارخص من الطماطم، فالناس تقرر انها تطبخ بالتفاح بدل الطماطم. الحديث عن المانجا واسعارها اللي كانت منخفضه جدا في الفتره اللي فاتت، حتى انه السيد الرئيس اشار الى ذلك، على الرغم من انه في اساتذه الزراعه النهارده بيردوا على السيد الرئيس وبيقولوا له انه ما فيش دخل للسلطه في مصر في انه محصول المانجا زياده او رخيص، كل الحكاية ان هو زاد، والحكاية كمان انه ما تصدرش. فلما ما تصدرش بقى عندنا معروض كتير عن الطلب، وناس اعتادت ان المانجا غالية فما بقاش في اقبال عليها، وبالتالي احنا هنروح ومن سوق العبور مباشرة لزميلنا حسام حداد عشان نتعرف على الاسعار، اخبارها ايه. هل الاسعار غالية برضو في سوق العبور بالشكل اللي احنا بنشوفه عند محلات الخضر والفاكهة، ولا في امر تاني؟ حسام حداد صباح الخير، واخبار الاسعار والاحوال عندك ايه في سوق العبور؟ حسام حداد، واضح ان احنا عندنا مشكلة. طيب هنرجع تاني لسوق العبور ولزميل عزيز حسام حداد. الاسعار يعني انا زي ما حضرتك بتقولي او الخبراء بيقولوا ان ما فيش دور للسلطة في مسألة الاسعار، لكن في دور ان يعني المانجا ما تصدرتش، فاكيد في مشاكل. يعني المفروض ان بدل ما كان يطلع لنا مسؤول يتكلم على ان المانجا رخصت يقول لنا ليه ما تصدرتش بالمعدلات اللي موجوده. ده معناه ان احنا حتى جزء من الحصه اللي احنا كنا واخدينها في مجال الخضر والفاكهه على الاقل في الاتحاد الاوروبي، في سوق زي الاتحاد الاوروبي، بتتقلص وبتتراجع، وخصوصا في ظل ظروف زي اللي احنا فيها وازمه زي اللي احنا فيها. فكره نفس التعامل او نفس آلية التعامل بتاعة السلطة، انا حاسس ان في زي ما تقولي في نظارة للسلطة بتخلي البني ادم مثلا قبل ما يلبسها بشكل وبعد ما يلبسها بشكل، في حالة تماهي مع السلطة القديمة، في شكل من اشكال ان في مذيع جديد طول الوقت شايف مذيع قدامه على الشاشة، فلما بيطلع بيقلده فبيتكلم زيه وبيعمل زيه، فهي لها علاقة بذلك. حتى لما جينا نطرح أمثلة على يعني إن في معنى كده إنه السلطة الجديدة بتقلد هي السلطة القديمة، لأنها في النهاية ودي مسألة ما تعبش السلطة الجديدة، لكن في النهاية هو بقاله 30 سنة شايف هذه السلطة قدامه، شايف هذا الوضع قدامه، فحتى تلاقي اللي قاعد على كرسي مجلس الشعب بيقلد اللي قبله، اللي قاعد على كرسي الرئاسة بيقلد اللي قبله. بخصوص مجلس الشعب احنا عندنا كاريكاتير مهم جدا النهاردة لعمرو سليم. طب اسمح لي أستاذ أحمد وبعد إذنك هنروح لسوق العبور وللزميل حسام حداد. صباح الخير يا حسام، وأخبار السوق والأسعار عندك إيه؟ صباح النور، احنا بالفعل متواجدين في سوق العبور في عنبر رقم 1 لبيع الخضروات. الاسعار هنا كما يقول التجار انها اقل من الاسعار المتواجده في بيع او في اسواق بيع القطاعي، ويقولون ايضا ان الاسعار انخفضت عن الفتره الماضيه
خصوصا بعد زيادة الانتاجية من المحاصيل الزراعية. وإذا تحدثنا عن محصول الطماطم الذي تحدثت من قبل مع ضيفك عنه، فإن المحصول قد وصل سعره الآن في داخل السوق إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد. معي أحد تجار الخضروات الحاج فتح الله جاد ليحدثنا عن الفرق في الأسعار ما بين سوق الجملة وسوق القطاعي وغلو الأسعار على السادة المواطنين. صباح الخير. الأول وعايز أعرف منك إيه فرق السعر اللي ما بين السوق هنا سوق الجملة وسوق القطاعي بره؟ سوق الجملة هنا يعتبر بين القطاع وبين الجملة، هنا يعتبر الجملة هنا وعد وقت الكيلو حاليا ده وقت ب3 جنيه. بره البياع بياخدوا برضه في مصاريف من هنا برضه بيصرف عليه، ممكن يبيعوا ب5 وممكن يبيعوا ب4.5 ممكن يبيع ب6. بس حكايه موضوع حاليا دلوقتي اللي مغلي الطماطم دلوقتي العلوه الصيفيه غير نظام الشتاء. الصيف دلوقتي قله المحصول، قله المحصول في الصيف مع قوه الحراره وكل حاجه بتخلي الانتاج قليل، كون الشتاء المحصول كتير، بتجمع كذا محافظة في الشتاء انتاج يبقى انتاج كتير، كون الصيف الانتاج فيه قليل مع قوة الحرارة بترفع الأسعار. انت قلت لي ان سعر الكيلو الطماطم هنا 3 جنيه، وقلت لي بيختلف حسب يعني حسب التاجر اللي بيبيعه بره اذا كان ب4 او 5 او 6 او 7 جنيه. ايه يعني التاجر اللي بيشتري منك بيحدد السعر اللي بيبيعه للجمهور او للمواطن العادي على اي اساس؟ هو حاليا دلوقتي الاسبوع ده غير الاسبوع اللي عدى، الاسبوع اللي عدى كانت ب90 و85، كان هو بيبيع ب6 جنيه وبيبيع ب7 جنيه. حاليا دلوقتي الاسبوع ده الجو هدى شويه، حاليا دلوقتي بياخد من هنا هو ممكن ياخد ب3 بيبيع بس ب5 ممكن يبيع ب6، في مصاريف وراها تاني، ممكن الكيلو يوصل نص جنيه وممكن يوصل جنيه. طيب يعني المصاريف اللي بتتحدث عنها اللي بتنقل السعر من السعر اللي بيشتريه التاجر منك للجمهور بتختلف، يعني في مثلا في بعض الانباء عن ارتفاع اسعار الوقود السولار والجاز اللي بينقل بيه العربيات الخضروات، هل ارتفاع اسعار الجاز المتوقعه او السولار هيأثر على عمليه البيع والشراء وهيرفع سعر الخضار للمواطن العادي؟ اكيد السولار والجاز بيرفع برضه الاسعار، ممكن دلوقتي معانا 50 عامل او 300 عامل بيجمع النهارده كل حاجه ومفيش سولار او مفيش جاز او مفيش نقل عربيات ولا اي حاجه، ممكن مفيش النهارده محصول يجي السوق كل حاجه بترفع الاسعار. لو النهارده مثلا الاسعار النهارده ماشيه هنا ب60 ومفيش اسعار جات خضار من بره ولا اي حاجه ممكن الحاجه تبقى ب90 وممكن توصل 100. طيب لو طلبت منك في نقاط سريعه 1 2 3 شكرا جزيلا، الحاجات اللي تطلبها عشان تسهل لك شغلك وتوصل السعر الطبيعي للخضار للمواطن. المواطن دلوقتي حاليا دلوقتي في الصيف وصول الزراعه بتزيد، لو هم مثلا دلوقتي الزراعه زودوا الجبال وزودوا وصلحوا الجبال وعملوا تسويع جبال وكل حاجه الاسعار بتبقى الزراعه تبقى كتيره مع المحصول يبقى كتير. تمام، شكرا جزيلا حسام حداد، شكرا جزيلا الحاج فتح الله، وطبعا بنشكر كل المعلمين في سوق العبور. مفاجأة، الطماطم بقت ب3 جنيه بعد ما بقت ما كانت ب7 وكانت ب6، بس الحقيقة انه الحاج فتح الله قال كمان زميلنا العزيز بشكره شكرا جزيلا حسام حداد انه التاجر بياخدها ب3 بس هو فيما بعد بيحدد على اساس النقل ومصاريفه هو اذا كان يبيعها ب3.5 ب4 ب5 او حتى 6. من سوق العبور لسوق اكتوبر، اخبار الاسعار ايه؟ هنروح نشوف التقرير ونرجع نستكمل اخبار الصحافة. الأسعار زي النار، كلمة تعود عليها المصريين اليومين دول، فالمواطن المصري البسيط وخاصة ست البيت لما تروح السوق الصبح علشان تشتري شوية خضار وحبة فاكهة أو بقى تتهور جامد وتفكر تشتري لحمة، محتاجة خبير اقتصادي علشان يعمل حسبة ازاي تشتري الحاجات دي ويتبقى معاها فلوس. واحد بيشتري من واحد بيشتري من واحد بيشتري من واحد، هتتفاجئ ان انت تلاقينا احنا اللي بندفع ده كله. أنا مواطن سوري هون وعم بتفتر بالسوق عم بشتري أغراض البيت، فالأسعار بصراحة يعني مقارنة لبلدنا بسوريا محل ما كنا احنا غالية، يعني عندنا مثلا بسوريا احنا كل طماطم 10، عندكم هون انتم 4 جنيه و5 جنيه، على السوري يعني 50 ليرة، يعني انا اخذ 5 كيلو بسوريا. قوطة وخيار وشوية بامية مع فرخة وحبة فاكهة وتبقى سفرة دايمة، بس تكلفة السفرة دي مش هتقل عن 70 جنيه، وفي ناس في مصر دخلها اليومي ما بيوصلش ل 10 جنيه، وهنا هنسأل المشكلة عند مين؟ اللي بيبيع ولا اللي بيشتري؟ لا اللي عايز ياخد، مش عايز ما محتاجش ما ياخدش.
انا عم مشاكل ليه؟ اللي عايز اهلا وسهلا بيه يا مرحب، مش عايز براحته. طب ليه اقول لك هو كده؟ مش عاجبك ما تاخدش. طب ليه ما اخدش؟ بالنسبه للطلبات دلوقتي مفيش بيت بيستغنى عنها ب 7 جنيه كيلو. طبعا مين هيقدر ان هو مثلا اقل بيت عايز له 2 كيلو كلهم 14 جنيه، بقت اغلى من الفراخ دلوقتي. يعني في حاجه بترخص وحاجه بتغلى جنب منها، وكل دي حاجات اساسيه. الله زي حالاتنا، احنا بنجيب الحاجات بنجيبها غالي اساسا من الاساس من فوق، من التاجر الكبير. احنا غصب عننا، واخد بالك؟ دي بكذا يعني بكذا، هو اللي بيغلي هو اللي بيرخص هو كل حاجه. ما بعرفش اجيب اي حاجه للعيال، بس انا ببقى نفسي اجيبهم فاكهه مثلا او حاجه ما بجيبش. بجيب قوطه وبطاطس غير حاجه يعني غير على قدنا، وارجع تاني. بمشي ابص كده وامشي ارجع تاني، ما بجيبش حاجه. شعور سخيف لما انسان يروح يشتري اكل وما يلاقيش في جيبه اللي يدفعه، عشان الاسعار اكتر بكتير من اللي في جيبه، وفي الوقت ده مش بيفكر في نفسه لكن بيفكر في ولاده ازاي هياكله. وهنا تاثير الاسعار ما بيكونش في البيع والشراء بس، لكن كمان ممكن واحد يسرق عشان يملى جيبه ويرجع يشتري اللي نفسه فيه. محمد سعيد، زي الشمس. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد فاصل تعرفنا فيها على الأخبار والأحوال المتعلقة بالأسواق والأسعار، وشفنا الوضع الصعب والحال الصعب لأي مواطن النهاردة. بسيط الحال، بينزل السوق علشان يشتري خضار وشايف الأسعار عاملة إزاي، درجة هالمقارنة صعبة إنه الطماطم النهاردة أغلى من الفراخ، مش بس بنقارنها بالتفاح كمان بالفراخ. في ظل هذا الوضع أستاذ أحمد الصاوي، الحقيقة عندنا أكتر من تعليق أو تصريح حكومي متعلق أيضا بالأسعار، سواء أسعار المية أو أسعار السولار والبنزين. فيما يخص المية، من شروق الصفحة الأولى بعد ما في مطلب بزيادة أسعار فواتير المية، وحديث السيد وزير المرافق عبد القوي خليفة على أنه الشركة القابضة بتتحمل أسعار الكلور والشبة اللي بيتم تنقية بيهم المياه، وانه المواطن لازم يتحمل جزء من المسؤولية. النهاردة في الشروق بيقول الحكومة ما عندهاش لله، وبيؤكد على عدم اعفاء المساجد والكنائس من فاتورة المياه، وده كان خلال تفقده محطة مياه الشرب والصرف الصحي لمركز أبانوب والفتح، ولما تلقى طلب من 3 مواطنين باعفائهم من دفع فاتورة المياه. يعني أنا مش عارف ده قرار اتخذ ولا لا، بس هو لو قرار اتخذ ده يبقى أنا شايف أنه هو قرار جيد، مسألة عدم إعفاء الكنائس والمساجد، لأن في حالة من التحايل كلنا عارفينها على هذه المسائل فيما يخص فاتورة المية والمرافق تحديدا، أن في عدد كبير جدا من الناس بتبني مساجد أسفل العقارات وبعد كده تطلع بالعقار ويبقى عداد المية هو عداد المسجد. دي مسألة محتاجة مواجهة ومحتاجة إعادة تخطيط فكرة المساجد اللي تحت العقارات، ويبقى في مسجد كبير في وش العمارة أو حاجة، في مسألة تحايل واضحة والناس كلها عارفاها، وأعتقد إن ده كويس إن أنا على الأقل أقدر أحد من هذا التحايل اللي بيستخدم فيه يعني للأسف الشديد بيت من بيوت الله من أجل الإعفاء من الفواتير. لكن في مسألة ليها علاقة بالخدمة، أنهي مية اللي أنا هدفع فيها فلوس؟ يعني أنهي مية اللي أنا هدفع فيها فلوس؟ يعني الدكتور عبد القوي خليفة هو كان قبل ما يبقى وزير للمرافق هو كان رئيس لمرفق مياه الشرب، وهو يعلم تماما الحالة اللي عليها شبكات المياه في كل الجمهورية، في معظم أنحاء الجمهورية، ويعلم تماما المشاكل. حتى هذه اللحظة
قضية زي قضية التلوث اللي حصلت في المنوفية في صن صفت، وأدينت فيها الشركة القابضة وأدينت فيها المحطة الخاصة، وأنا كان عندي الإزازة اللي مليانة من الحنفية العمومية هناك. يعني أنا يعني الناس هتدفع عشان المية دي ولا المية هنا يا دكتور عبد القوي؟ المفروض هو أكتر، هو اللي عمل هذه الشبكة أو شارك بجزء كبير منها، وهو عارف كل مساوئها وعارف كل عيوبها وتحاليل المياه. أنا أدعو الدكتور عبد القوي إن هو يطلب عينة مياه من عدد كبير جدا من المناطق ويشوف المياه ويعمل لنا تسعيرة بقى، يعمل لنا درجات. يعني الناس اللي في صن صفت المفروض يعني يدفعوا أقل حاجة، يعني لأنهم بيشربوا مياه لا فيها كلور ولا فيها شبة ولا فيها معالجة ولا فيها أي حاجة، مية صفراء نازلة بكل رواسبها وبكل مشاكلها وبكل اللي تسميه قطع الطيور المتحللة داخلها. ياه للدرجة دي. طيب، من تصريحات سيد وزير المرافق إلى تصريحات السيد وزير التعليم، وفي حواره في جريدة التحرير قال واعترف بوجود ظاهرة الشذوذ الجنسي في بعض المدارس، وفي المتن قال إن لديه بعض المعلومات عن وجود هذه الظاهرة في بعض المدارس الدولية، وإنه بيضعها تحت المراقبة نافيا وجود مد شيعي أو حزبي في المدارس الوطنية أو الأجنبية. كان في حوار آخر مع السيد وزير التعليم على ما أعتقد في جريدة الوطن، وعلى ما أعتقد في نفس النقطة ونفس الكلام على ظاهرة الشذوذ الجنسي في المدارس الدولية، وكأنه خلاص يعني خلصت ملفات التعليم ولم يتبقى لدينا الحوار. الحقيقة هنفتكر كمان شوية فين بالظبط، وكأنه ما فيش خلاص غير موضوع الشذوذ الجنسي، ما فيش عندنا مشكلة في الكتب الدراسية المتأخرة رغم بداية العام الدراسي، ما فيش عندنا مشكلة متعلقة بالكثافة العددية، ما عندناش مشكلة متعلقة بجودة التعليم ومطالب المعلمين، والحوارات متصدرها هذا العنوان. لا، هي 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 مساله طبعا التعليم فيه مشاكل كتير، لكن انا شايف انه لا يليق بمسؤول في الدوله انه يطلع يقول كلام على عواهنه. يعني انه يطلع يلقي بكل المدارس الدوليه في نفس الاطار ويقول انه هو عنده معلومات وبيراقب. طيب ما تعلن لنا بعد ما تخلص مراقبه. يعني هو انت عندك معلومات وبتراقب، اعلن لنا لما تخلص مراقبه وتكتشف ان في حاله او في قضيه او في او في يعني في مساله يعني لا تليق بمسؤول انه 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 يروج شائعات ويتكلم فيما ده في اليوم السابع. اذا هو في التحرير واليوم السابع في صفحه 7 وفي اليوم السابع صفحه 4، وزير التعليم مش همشي من الوزاره بهتافات المعلمين وسأواجه الشذوذ الجنسي بالمدارس الاجنبيه. وبالفعل احنا بنطالب السيد الوزير بدلا من اطلاق يعني بعض التصريحات اللي ربما تتحول الى شائعات وتضر عائلات وطلاب في مدارس، ان يقدم وقائع وان يحول اصحاب هذه الوقائع للتحقيق او هذه المدارس للتحقيق دون اثاره بلبله، ونرجو ايضا الاهتمام بمطالب المعلمين بدلا من ان يقول لهم انه لن يمشي. في نمط سياسي زي ما كنت بقول لحضرتك ان الناس بتقلد بعض وان السلطه بتقلد السلطه القديمه، ده نمط سياسي موجود وموروث من ال 30 سنه اللي فاتوا. فكره ان هناك شخص مضغوط عليه ضغوط في قضايا حيويه كتيره جدا جدا جدا، عشان يهرب من هذه القضيه لازم يفجر حاجه تلفت الانظار وتعمل جدل والناس تتكلم عليها. فلما وزير التعليم يطلع في صحيفتين يوميتين يتكلم على الشذوذ في المدارس الاجنبيه، الناس هتقعد تتكلم على الشذوذ في المدارس الاجنبيه، هتنسى الكثافه وهتنسى مطالب المعلمين وهتنسى المظاهرات وهتنسى الاضرابات وكل الكلام، والبرامج التوك شو بالليل هتتكلم على الشذوذ الجنسي في المدارس. كل حاجة زي عبدة هو نفس الحكايه زي عبدة الشيطان بالظبط، ان كان في ضغط معين وده معروف، وده سلوك للاسف سلوك امني رسخه نظام مبارك. كان في عز الازمات تبص تلاقيه فجر لك قضيه اداب كبيره فيها فنانه مشهوره مثلا، وفي الاخر في النيابه وفي التحقيقات وفي المحكمه تطلع على ما فيش، لكن انها بتصرف جزء من الطاقه وجزء من الاهتمام وجزء من التركيز وجزء من متابعه الناس عن القضايا الاساسيه، وهو ده جزء من فكره تقليد السلطه. عندك كان
الحكومة السابقة حكومة نظيف وأحمد عز يحتجوا بأن الأوضاع كويسة، لأن بصوا للزبالة اللي بتطلع من الناس، بصوا للعربيات اللي جايبينها بالتقسيط، بصوا. فبقى في ناس بتتكلم على أسعار المانجا اللي رخص. حتى فكرة، أنا بكلمك على نظارة السلطة، حتى فكرة أن هناك قضاة مثلا، قضاة استقلال محترمين كانوا جزء من اليوم، هم جزء من السلطة، وبالأمس كانوا جزء من المعارضة، وكانوا يكيلوا الاتهامات لقانون الطوارئ. دلوقتي الطوارئ بقى مذكور في القرآن. في حاجة برضو، أنا مشهد أنا نفسي أستعيده، لما كان النظام السابق بيناقش قانون السلطة القضائية اللي وبعد المظاهرات بتاعة تيار الاستقلال، وكان أحمد فتحي سرور قاعد على المنصة يهاجم نادي القضاء ويقول أنا مش مطالب إن أنا أعمل لجان استماع لنادي القضاء، لأن ده ليس نقابة ولا يمثل القضاء وليس جزء من الهيئة القضائية، وأنا مش هقدر، وأنا مش هعمل لهم، ده نادي. وقاعد يتكلم على اعتباره إنه نادي اجتماعي، الناس تروح تشرب فيه شاي قهوة أشياء من هذا القبيل، وكان بيهاجم هجوم عنيف. تحولت المسألة وأصبح بالفعل السلطة الحالية تنظر إلى نادي القضاء باعتباره ده النادي بتاع ده يمثل مين؟ ده النادي اللي الناس القضاء بيروحوا يشربوا فيه شاي وقهوة ويقعدوا مع بعض وحاجات زي كده. هي نفس يعني في نظارة سلطة أساسية أنا أريد للسلطة الحالية أو السلطة اللي هتيجي بعدها، يعني قدموا نموذجكم حتى في المكايدة السياسية والخلاف السياسي، قدم نموذجك الخاص، ملاش تقلد السابقين. نتمنى هذا. وعندنا خبر وتصريحات على لسان السيد وزير العدل المستشار ميكي، يتحدث فيه عن تفعيل قانون إفساد الحياة السياسية أول أكتوبر القادم. وطبعا يأتي هذا التصريح بعد حكم المحكمة بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في ترشيح أنفسهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا إذا كان هناك أي حكم قضائي يعني يدينهم وبالتالي لا يصلحوا للترشح. قانون إفساد الحياة السياسية أو قانون العزل السياسي اللي كانوا بيطالب به الكثيرون خلال شهور طويلة ولم يفعل على الإطلاق، هل تعتقد أنه بالفعل سيتم تفعيله مع أول أكتوبر؟ هو ما فيش مشكلة أن يتم تفعيله، لأنه أعتقد أنه هو القانون بصيغته الحالية إذا ما حصلش فيه تعديل لأسباب سياسية وأشياء من هذا القبيل هو ماشي مع الحكم، لانه في النهايه القانون بيقول ان من بيطلب ادانه نهائيه من محكمه جنائيه فيما يخص افساد الحياه السياسيه. في النهايه لو فعل القانون بنفس صيغته الحاليه مش هيبقى في مشكله، لكن المشكله في توقيت اعلان الدكتور احمد مكي لهذا وتوقيت التفعيل اللي مرتبط بان في دستور هيخلص وفي انتخابات برلمانيه هتبدا. يعني في النهايه حتى القوانين بتطلع في التوقيتات اللي ليها علاقة بالمنافسات الانتخابية. من جريدة الوطن الصفحة الأولى، الجيش يبدأ تنفيذ عملية الطوق الحديدي في سيناء لحصار المسلحين بالدبابات، ومصادر تؤكد مرسي يكلف السيسي بتكثيف التدريبات والمناورات لتكون رسالة لدول الجوار، وقافلة علماء لمواجهة مثيري العنف بالحجة. يعني هو موضوع اللي بيحصل في سيناء هو موضوع ملتبس، والمعلومات اللي فيه قليلة، وحتى الروايات اللي بتيجي من الأهالي في المنطقة هي روايات متضاربة، وبعضها بيتكلم على ان في حالة غموض حقيقية. يعني المؤكد ان في سيناء مشكلة حقيقية، في حالة انكشاف استراتيجي حقيقية موجودة في هذه المنطقة، درجة ان عملاء الموساد دخلوا قتلوا الراجل وخرجوا. النهاردة في تصريح شديد الخطورة لهود براك عامله مع صحيفة إسرائيل اليوم في تل أبيب ومنشور على بوابة الشروق، بيقول أن مصر أصبحت خطر حقيقي، أصبحت خطر حقيقي بسبب الأوضاع في سيناء، وبيلمح إلى أن السيطرة المصرية على سيناء هي سيطرة متواضعة، هي سيطرة مش كاملة، وبيقول ان الجيش المصري عمل عمليات ولم نعرف الا انه فقد 16 جندي. يعني في رأيك كيف سيكون التعامل المصري مع هذه التصريحات؟ يعني انا التعامل المصري ان احنا مش لازم نعرف المعلومات اللي تخص ما يحدث في اراضينا من اسرائيل،
يعني المفترض ان الـ القوات المسلحه عينت متحدث رسمي بيسال عنه النهارده استاذ عماد الدين حسين. عماد حسين النهارده في عموده، فالمفترض ان المتحدث الرسمي يخرج يرد على هذه الاشياء اولا، وفي نفس الوقت يتيح المعلومات الحقيقيه. يعني في النهايه حتى المواطنين في سيناء بيسالوا عن نتائج هذه المعارك التي تتم، عن الضحايا، عن الجثث، جثث القتلى في هذه العمليات، عن أشياء كثيرة، وبيتلقوا إجابات شديدة الغموض. يعني المسألة محتاجة مصارحة حقيقية، لأن اللي بيحصل في سيناء خطر، قد يكون مبرر لتصعيد أكبر، قد يكون مبرر لأن تصبح سيناء تشكل خطر حقيقي على الأمن القومي في مصر بسبب حالة التراخي اللي موجودة، أو على الأقل حالة التمكن اللي تمكن، يعني فكرة التنظيمات أعتقد أنها ممكن تكون تمكنت من بعض المناطق في سيناء. المسألة محتاجة شرح حقيقي وواضح وشفاف لهذه المسألة. يعني بالتأكيد في الأخبار صفحة 7، وزير بترول يقول لن يتم رفع أسعار السولار والبنزين للميكروباصات أو أتوبيسات النقل العام. في جريدة اليوم السابع صفحة الأولى أيضا، على لسان السيد وزير بترول، رفع أسعار الوقود للأتوبيسات السياحية وسيارات المدارس. ووزير بترول يقول لم نحدد موعدا لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، الحكومة ترد على الحكومة. رصدت أيضا اليوم السابع تصريحات للسيد رئيس الوزراء بيتكلم وبيقول رفع أسعار السولار والبنزين كلام في كلام رئيس الوزراء، قرض صندوق النقد سيعرض على مجلس الشعب القادم قبل إقراره. وأخيرا مع موضوع الإضرابات، طبعا السادة في سواقي النقل العام اللي كانوا مضربين وفضلوا أيام قرروا من هم يفضوا الإضراب بعد ما تم الاتفاق على أكتر من اتفاق. درس طلبهم أنه يكونوا تابعين لهيئة وزارة النقل أو يكونوا هيئة مستقلة بدلا من محافظة القاهرة. تم وعدهم بأنه هذا المطلب قيد الدراسة والبحث. المطلب الثاني اللي المفروض ان هم وعدوا بيه فعلا ليتحقق، زيادة بدل الوجبات ل 300 جنيه. النهارده البشمهندسة منى مصطفى رئيسة هيئة النقل العام بتقول لهم انه ما يشاع عن الموافقة على صرف زيادة الوجبة ده كلام غير صحيح بالمرة، وانما يجرى حاليا دراسته بالتنسيق مع محافظة القاهرة اللي هم رافضين ان هم يفضلوا منتمين اليها. ده تصريح على لسان السيدة المهندسة منى مصطفى. التصريح الثاني والتفعيل الثاني لتصريحها اللي هو كان قرار بالاساس انه غير المضربين وغير المشتركين في الاضراب هيتم صرف 10 ايام ليهم من اساسي المرتب كحوافز وكشكر ليهم من السيدة المهندسة علشان ما اشتركوش في الاضراب. اكدت انه 32 ألف من غير المضربين بالنقل العام سيصرفوا المكافآت اليوم. إذن هي بالفعل سياسة العصا والجزرة كما قال أحد بتعاقب المضربين، وده برضو جزء من فكرة تقليد السلطة، فكرة إن أنت بتقول إن أنت بتبني دولة ديمقراطية حديثة وأنت بتعادي حق من حقوق الديمقراطية الحديثة اللي هو حق الإضراب. حتى في أكتر من مكان، يعني وزير الصناعة مطلع منشور النهارده تقريبا في الوطن او على الشبكات الاجتماعيه، مطلع قرار بحظر الاضراب والاعتصام في اوقات العمل الرسميه. وطبعا انا متحفظ على فكره ازاي اضراب وازاي مش في اوقات العمل الرسميه. يعني الاضراب اسمه اضراب عن العمل، يعني المفروض ابقى في العمل واعمل اضراب. يعني فهي يعني فكره ثقافه الحكومه في التعامل مع الاضراب ما اتغيرتش بعد الثورة، هي ما زالت ثقافة أحمد نظيف وما زالت ثقافة حكومة أحمد نظيف وما زال احتقار أحمد نظيف للمضربين. حتى إن رئيس الوزراء في حوار مع الشروق من يومين كان بيتكلم على فكرة إن المستجيبين لدعوات الإضراب سواء في قطاعات المعلمين وفي قطاعات النقل العام لا يتجاوزوا 6%. حتى مسألة التهوين، يعني في النهاية نظرية القلة المندسة وكل هذه الأشياء، يعني أنا مش فاهم إزاي بتبني دولة حديثة وإزاي بتعمل دستور بيكفل الحقوق والحريات وإنت بتتعامل بهذا الشكل مع الإضرابات والاعتصامات المهنية والعمالية. سؤال الحلقة، هل ترى أنه من الممكن القضاء على مشكلة العشوائيات؟ ممكن بنسبة
88%، مستحيل بنسبة 8%، لا أعرف بنسبة 4%. ده شيء رائع أن احنا يكون عندنا أمل أن احنا قادرين أن احنا نتعامل مع مشكلة العشوائيات. هنختتم بكاريكاتير الفنان عمرو سليم رئيس قسم الكاريكاتير بجريدة الشروق، و الكاريكاتير المفروض معانا يا بلال لو نقدر نشوفه بعد إذنك، وهو طيب عالم الطفولة، تحت عنوان عالم الطفولة، في طفل ماشي وماسك العربية بتاعته واتنين بيبصوا عليه وبيتكلموا. طبعا الكلب الشهير بتاع عمرو سليم موجود في الكاريكاتير، بيقول أخدها جايزة لما كسب في انتخابات الفصل، ولما الانتخابات باظت مرديش يرجعها. ده كاريكاتير عميق المغزى، عميق المغزى على الرغم ان عمرو سليم بس العربية دي نوعها ايه؟ بي ام دبليو بس اطفالي شوية. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد الصاوي مدير تحرير جريدة الشروق. ودلوقتي هنروح لتقرير عن فرقة رضا. فرقة رضا فرقة عريقة اسسها الفنان الكبير محمود رضا، وشاركت فيها الفنانة الرائعة فريدة فهمي، ولكن الحال اختلف وان كانت الفرقة بادارتها الجديدة مصممة على استكمال التاريخ. تعالوا نشوف تقرير عن فرقة رضا ومن بعده نواصل باقي فقرتنا. اجمع قبل ما تطلع اسمع واسمع. كانت الرقص هواية، وبعدين وانا في امتحانات البكالوريوس تجارة رحت مسرح فرقت على فرقة من الارجنتين عجبوني، رحت اسلم عليهم اقول لهم برافو، قالوا لي بترقص ورينا، وريتهم شوية حاجات من اللي اعرف اعملها، قالوا تشتغل معنا احنا محتاجين واحد. اشتغلت معهم في مصر، اسكندرية، القاهرة واسكندرية، وروما وباريس. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، اللي هو عندنا رابع طول السنة. خطر على بالي بعد مدة، طب ليه أنا أرقص فولكلور أرجنتيني مش فولكلور مصر؟ فين الفولكلور المصري؟ جات لي الفكرة بقى، قعدت أفكر فيها، كبرت، رحت سايب الفرقة في باريس ونزلت مصر بفكرة إني أعمل فرقة بتاعتنا المصرية، ما توجدتش قبل كده. ده سنة 56. النهارده احنا جينا للفرقه في مسرح البالون علشان نشوف اخبارهم ايه. ما ينفعش عرض يتعمل لفرقه رضا من غير ما يكون فيه روائع الفنان الكبير، فطبعا احنا بننتقي مجموعه من اجمل الاستعراضات اللي موجوده او اللي بتبقى الناس حابه ان هي تتفرج عليها وتشوفها بشكل مستمر، وبنحطها ونوظفها في البرنامج اللي معمول، بالاضافه للاستعراضات الجديده اللي معموله سواء للمناسبه برنامج رحلة أو سواء لأي عرض آخر. يعني من خلال العرض هتشوفوا بنناقش قضايا الحمد لله كويسة جدا، وعاملين طبعا حصل تأثير جامد جدا من ثورة 25 يناير، بيحصل تأثير جدا بأنواع الفلكلور والبيئة في مصر كلها، وده الحمد لله فرقة رضا بتتميز بيه من منذ نشأتها. يعني بره لما بتروحي كأن الفرقة مثلا كانت لسه شغالة ومتواصلة لدرجة ان هم بيسألونا فين أستاذ محمود، فين مدام فريدة، يعني في أذانهم ان الفرقة لسه بنفس الصورة اللي كانت زمان. احنا لما بنسافر بره بيكون في دكاترة ومهندسين وسفراء بيحبوا جدا ان هم يتعلموا مننا، وبييجوا عشان احنا نعلمهم، عشان بيسموه ان هو زي علم النفس، ان هو بيخرج الإنسان من حالته النفسية. الفرقة الوحيدة في العالم اللي بقى ليها مدارس في كل أنحاء الدنيا بتدرس فن محمود رضا وفن فريدة فهمي وفن فرقة رضا. العالم كله بيرقص رقصات فرقة رضا، يعني مثلا طوكيو، هاواي، سيبيريا، مثلا فنلندا، السويد، النرويج، جنوب أفريقيا، أستراليا، كل دول بيرقصوا رقصات محمود رضا. 40 استعراض لمحمود رضا بيرقصوه ناس مش مصريين. العالم يرقص مع محمود رضا. يا ولاد حريتنا